بدك خبز؟ لا ما ليه؟ بدي من تبع النظام، ليش شو تبع النظام؟ ايديهم وسخين انه ما بدك خبز يفتلك من برا؟ ليش؟ هيك انا بوقت بس لننتصر انا بدي اكل، بس لتنتصري؟ ننتصر كلات العالم كله، كلاتنا بدنا ننتصر بعدين بناكل خبز. يعني بدك تبقي قاعده بلا خبز؟ ما باكل لا ياكلوا العالم كلهم. طب العالم عم تاكلوا انت، ما حدا عم يطعميكي. واذا يعني واذا في ناس عم تاكلوا انت، ما حدا عم يطعميكي، ما حدا سائل عنك. انا ما بزعل انه منك كمان جوعاني. انه كمان جوعاني. طب اذا جبنا لك هلا عملنا هدنه مع النظام مشان يفوت لنا خبز، شو رايك؟ والله انا ما بخلي حدا يعملها. ما بتخلي حدا يعملها؟ طب الناس بدها تاكل، ما تتجوع. ما ترجوع. طيب يصبروا شوي، هذا الله اعطانا اياه هذا الامتحان. طب ما عاد فينا صبر، ما عاد فينا صبر. ايه؟ بس الله من يوم من الايام بده يحاسب بشار، هي محاسبه قويه. والناس اللي عم تموت شو تعمل بحالها؟ يكون الله كاتب لها هيك. لا هني ماتوا من الجوع، احيانا من الجوع واحيانا من الهي. طب ليش حتى ما نروح لعند بشار نقول له سامحنا؟ نقول له خذ هي سلاحنا، ما عاد بدنا نقاتلك، نرجع مثل اول اصحاب واحباب. نحن ما بدنا هيك يصير. ليش؟ نقول له خلص النظام. نحن اخي بنقول له سامحنا، كل هالعالم يلي قتلون ما بدنا نسامحه. ايه بنسامحه، ليش؟ شو فيها؟ المسامح كريم. المسامح كريم بس نحن ما بنسامحه انه هو يهودي. طيب هالمشايخ اللي عم بيقولوا انه لا لازم نسامحه وعملوا هدنه، يكون جدبان شيخ هذا بيفهم شلون اجداد، انه هو لازم يوقف مع الله بدل ما يوقف مع النظام. يعني هلا كل شيء بيقول روحوا لنعمل صلح ولن نصالح بشار، واقف مع النظام مو واقف مع الله. طب هو عم يقول انا مشان هالناس بدي الناس تاكل وفوت لها اكل وحليب وحرام، خطيه هالعالم ماتت. ان شاء الله الله بيفوت لنا اكل. الله بيفوت لنا اكل. طب انت شو نيم اكرم من الله؟ ما حدا اكرم من الله. اي والله الله كريم. اي نعم. يعني انت بدك يانا نتم صابرين، ايه، وما بدك يانا نعمل. طب انت شو عم تاكلي؟ انت اكيد شبعانه عم تحكي هالحكي، اكيد شبعانه وعندك اكل وعم تاكلي لحمه وعم تاكلي خبز نظامي وما هيك؟ من وين الخبز النظامي دائما؟ من ايه؟ شو بيعرفني انا ما عم ناكل هاي. شو عم تاكلي انت؟ خبز. شو بتاكلي؟ خبز عدس اكيد. انت عم تاكلي خبز عدس، ما عم تاكلي لحمه؟ ما باكل محله لحمه. ما في شاورما فروج بروس؟ من وين الشاورما والفروج؟ طب شوكولاته هيك شيبسات بسكوت؟ بسكوت بعمري ما ذقته. ما في بسكوت بالمنطقه عنا؟ ما في. ما في. يعني هالاكلات هي مو موجوده عنا؟ مو موجوده، من وين بدنا نلاقيها؟ لك اسمعي مني، خلينا نطلع نعمل صلحه مع بشار، بناكل شيبس وبناكل بسكوت وبناكل فروج بروستيد ومن شو؟ الله كريم وبيبعت لنين ما كان. ايه هلا وقت الله بحب يبعت هلا الله عطانا امتحان منشان يشوف مده صبرنا. ايه هلا هو هالامتحان عنده كتير قليل، بس نحن بنحسه تقيل علينا. بس نحن لازم نضل واقفين مع الله ونحارب الشر. يعني بشار شر هلا؟ شر مو معقول، شر مو معقول. طب ما بدك توقف القصف على المنطقة على العسالي هون؟ مو بس انا عم بقصف علينا، لك نحن لازم نقصف عليهم كمان. يعني نحن لازم نقصف، ما هي المناطق الباقية وقفت قصف، ما بدهم لا يقصفوا عليه ولا يقاتلوه. يلي بده يريد يقصفوا يقصفوا. يعني قال احنا ما دخلنا ببشار، صاحبنا وحبيبنا هذا، وعطوه سلاحهم، وقال بعدين حتى نحن بنصير جنود عنده، عملنا جيش وطني، واللي كان عم يقاتل النظام صار معه هلا، شو رأيك؟ ما بدي. أنا ما بدي أعمل هدنة ولا شيء ولا مصالحة. إذا أجاكي خبز من ورا الهدنة؟ والله ما باكله، بكبه. شو تكبي؟ يا بعطيه للناس.
ليش ما بتاكليه؟ انه من برا. جوزها من برا، ما هدول اللي عم يعملوا بيكونوا ايديه وصين. ما هدول اخواننا، هدول العلويه، هدول اخواننا. مو اخواننا. بلا، والشيعه اخواننا. شلون لك عم بيحاربونا؟ اذا اخواتنا شلون عم بيحاربونا؟ ما دخل ضروري تعقديه انت؟ لازم. لو بيحب الجيش النظام بيحب السوريين كان لسه ما كسف عليهم. طب خطأ وبده يصلح غلطه الزلمة. بلكي ما صلحه هو بهيك بده. يعني هاي دائما بده يكسف. العالم يلي ماتت شلون بدها هاي ترجع روحها؟ طب والمعتقلين اللي بالسجون هلا هدول؟ الله يعينهم، الله والله بيفرج عليهم. ايه بس ما بدنا نطالعهم، نعمل هدنة مشان يطلع لنا اياهم. لا لازم نطالعهم بالقوة. بالقوة؟ ايه. يلي واقف مع الشر ضعيف، ويلي واقف مع الحقيقة قوي. ونحن مين معنا طيب؟ هو معه إيران وروسيا والصين وأمريكا وكل العالم معه، نحن مين معنا؟ ضعاف نحن. هلا الله بيبعت جنود لعنا بيحاربوا معنا. منين بدها تجينا هالجنود؟ ونحن محاصرين. الله كريم. طب نحن محاصرين، منين بدها تفوت هالجنود؟ هالجنود ما بتعرف انه الله كريم وبشوف كل العالم؟ اي والله بعرف. اي والله بعرف، بس بدك المشايخ هذول اللي عم يهادنوا يعرفوا. هالمشايخ ما بيعرفوا شيء، بيكونوا عم بيعملوا حالهم مشايخ. ما طلعوا على التلفزيون وقالوا انه نحن بدنا مصلحة البلد وبدنا مصلحة السوريين كلهم، وهتفوا واحد واحد واحد، الشعب السوري بيكون واحد. جدبان، بيكون جدبان. طب الشعب السوري مو واحد؟ لا هيك عم بيقولوا الشعب السوري واحد. مو واحد؟ لا مو واحد. لك انه هن عم يدافعوا عن النظام. معناتها اللي عم يقصفنا مو مننا. ايه اللي عم يقصفنا مو مننا، مو سوري؟ احيانا بيكون سوري بس عم يخدعنا. عم بيخدعنا يعني هو لو ضبنا. بيحبنا كان اجى معنا حارب. مزبوط. كان ضربنا. ايوه نعمل هدنة. لو عملوا هدنة لأقصفونها. انت بدك تقصفي؟ ايه بقصف. معك هاوين؟ بجيب هاوين. يعني بتفضلي تبقي على العدس وخبز العدس؟ ايه بفضل. وما تعملي هدنة؟ ما بعمل. طب اذا طلعتي على الشام تركبي بالمراجيح وبتطلعي بتاكلي؟ ما بكره، اذا طلعت بقعد بالبيت وخلاص. اذا بدي روح اشتري خبز ما بشتري خبز عدس، خلاص خلاص.